صباح النور عليكم. طبعا 7:22، يسعد صباحكم. تكزي
عرفتي خوتي كيجي مفشفش هاك سمعوا شوفوا كي كيجي كيجي مزيان عندنا الشتاء وعندنا البرد الصراحة في تركيا، هذاك الشيء علاش خرجنا اليوم للمول وخرجنا بنتنا تلعب شوية. وهذه البلاصة هذه اللي كيلعبوا فيها الوليدات الصغار، عندهم يعني واخا تكون بيبيك باقي صغير عندهم اللي كيرد لهم البال، عندهم اللي كيقابلهم، وما يمكنش تدخل الأم أو الأب. المهم صافي، شحال هذه زعما ما جينا الصراحة، جينا تفرجنا في شي فيلم ولا شي حاجة دابا شوكي سكي زمان. المهم الفرج ديالي راه لابسه سبادري وكسوة راه طويلة. هذا راه مول آخر، هذا راه مول حدا مول دمشق، هو باشكا مول، هذا باشكا مول، هذا واحد المول آخر، وعاد حنا هذا اللي جالسين فيه. شفتو هنا خوتي راه كنت كنقرا ليه ناردا أوكل بيزن نيدو من أكاديمي دي تمام نور لازم سيليور هبسي أكاديمي أكاديمي وصار ورا ورا سارة كلينيك بار هاتش المدرسة اللي كنت كنقرا فيها دابا مولاتها راه دارت فيها كلينيك طوب 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 إن شاء الله نهار ندير الشفط وندير داكشي كامل أخوتي وغتشوفوا خيتكم فين كانت كتقرا كي ولا داكشي الزازو مفرعي. يلا باي باي ليكم. طويت صراحة الحتيت انا راه عاد طبقوني على الحتيت وما كنسكتش. بيز اليورز برجر ها بان يا ماك صراحة والله يستمع ها 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 مزيك ها جوزيل في شو جوزيل سنت شنكو يورولدك يا تيار يا تيار صافي اخوتي هنا سالات الخريجه ديالنا. كيف قلت لكم قبيله ما كنتش بغيت ناكل، شبه حالتي وخصت بالماكله، ما كناش بغينا ناكلو تصدقنا واكلين وصدقنا شارب. صافي ما بغاتش تخرج لي بنت، ما بغاتش تخرج لي ليليا.
صافاين خرجا. ما خوتي يلا دخلنا، كنت كنهضر معكم قبيله، وصل الوقت ديال بنتي صافي خاصها تخرج، مباش تخرج ليهم صافي. عيط لي راجلي ما مشى باش يخرجها، وعيط لي راجلي قال لي مباش تخرج صافي. هادشي اللي كاين اخوتي تجينا لا يا والله الا العيان. صايب لبنتي واحد شويه الحسوه، ما الحسوه دغيا بالحليب، نعطيها لها تشربها مباش تاكل. مشينا باش ناخذ لها ما تاكل، عاب البكا 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 البكا. او وما بغات حتى حاجه، كتقول لك نو نو نو، واخا ما غاتاكلوش، غا نضيع فلوس في فلوس ما تاكلوش. قالت غنجي للدار نصايب لها دابا نيس غتاكل، صايب لها حسوه ديال الشعير ديال البلبوله، البلبوله ديالنا صافي ديال المغرب جايبها معايا، كتجيب معايا شي 4 كيلو. نصايب لها شويه بالحليب وندير عليها زيت العود، خليها تنعس. يلا خليتكم راح بقاو معايا حتى نشبر الحريره وسيروا تنعسوا انتوا معايا. ايوا اخوتي باش ما نطولش عليكم في الفيديو بزاف، دخلنا دوشت لبنتي كي قلت لكم، رديت الحسوه هكا لبنتي وليا حتى انا، وحتى في الصباح كنفطر بها الصراحه كتعجبني. انا راجلي ما كتعجبوش الحريره وهادشي ديال الحريره، هادشي ديال الحريره والحسوه ما كتعجبوش. المهم قطعت شويه ديال الديسير كيف كتشوفوا معايا هنايا، قطعته غير للبنتي، انا ما قديتش انا بغيت نشرب الحسوه صافي. نعطي لبنتي حيت دوشت ليها وقعدت ليها بلاصتها وداكشي صافي. وكبيت كيف كتشوفوا هنايا، كبيت الحسوه كبيتها ليا وليها باش تبرد صافي وتنعس، وتصبحوا تصبحوا ونصبحوا على خير ان شاء الله. باي باي عليكم، وكنتمنى هذا الفلوق ينال الاعجاب ديالكم. يلا باي باي عليكم، بزوات لكم.